طيب نبتدي بقى مع حضراتكم نبتدي مع حضراتكم باخبارنا المتعلقه باجتماع مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي ناقش امبارح من خلال هذا الاجتماع العديد من الملفات المهمه اللي بتخص قطاعات النادي المختلفه في الفتره الحاليه. عقب الاجتماع اتخذ المجلس القرارات التاليه: رقم واحد، اقامه حفل تكريم يوم 15 رمضان للمستشار محمود فهمي المستشار القانوني لمجلس الاداره، طبعا تكريما ليه عن حجم عطائه وخدماته للنادي الاهلي لاكثر من نصف قرن من الزمان، وايضا الموافقه على توفير خدمات وانشطه لابناء النادي الاهلي من ذوي الهمم في مجالات اكتشاف وتنميه المواهب، وطبعا تاهيل المهارات الحياتيه عندهم بالتعاون مع العديد من المتخصصين في هذه المجالات، وكذلك تنظيم حمله اعلاميه لنشر التوعيه المجتمعيه للاهتمام بذوي الهمم. والحقيقه النادي الاهلي دايما يعني ليه امارات كتير قوي بتؤكد انه النادي بالكامل وكل القائمين عليه مهتمين اهتمام كبير جدا بذوي الهمم، ودايما حريصين على ان هم يعملوا لهم انشطه وفعاليات مختلفه، طبعا دي حاجه محترمه جدا. اتفق معاك يا كريم جدا، وكمان خليني اقول لحضراتكم ضمن القرارات موافقه على شراء اجهزه تدريب متخصصه للمساهمه في رفع هنا الكفاءه الفنيه لقطاع الناشئين، دي حاجه، والموافقه كمان على فتح افتتاح اكاديميات جديده في كره القدم، ده فين؟ ده بمحافظه المنوفيه تحديدا، مع كمان تجديد بعض التعاقدات القائمه للاكاديميات في الوقت الحالي وانشاء اكاديميه للاهلي في كرة السلة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون هنا مع منطقة لعبة وبالمحافظة تحديدا، والموافقة على إنشاء أكاديمية للأهلي أيضا في ألعاب كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب القوة بالتعاون مع مركز شباب حلوان. المهم خلينا هنا بس نقول حاجة، يعني اهتمام الأهلي بالتوسع في نشاط الأكاديميات خلال الفترة الأخيرة ده شيء يعني مش بسيط، ده بيأتي ضمن استراتيجية النادي علشان تخدم أو يقدر أنهم يقدموا خدمات للدولة وللشباب كله. فكرة كمان هنا يا كريم أن أنت تحقق تنمية وتحقق استثمار، بس هنا الاستثمار بقى مش استثمار في مباني، لا في بشر، صح. بتعد جيل رياضي محترف، مش بس كمان مجرد هنا بشخص هاوي، لا، فحاجه محترمه وحاجه جميله جدا. تحيه كبيره لمجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب، زي ما كريم كان بيقول مجهود على الارض باين وملحوظ، يعني حاجه ومزيد، يا رب نتمنى كمان مزيد ومزيد من الانجازات على الارض ان شاء الله.